بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة والطالبات، نلتقي معكم اليوم في درس من دروس القراءة في مادة اللغة العربية بعنوان الريش الجميل الجزء الأول للصف الثالث الابتدائي، بالتوفيق إن شاء الله. بداية أحبائي، سنتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم. يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن أولاً يقرأ القصة قراءة جهرية صحيحة، ثانياً يفسر معاني المفردات تفسيراً صحيحاً، وثالثاً يستنتج أحداث القصة بشكل صحيح. حسناً أحبائي، انظروا معي إلى هذه الصورة. ما اسم هذا الحيوان؟ ما اسمه؟ أحسنتم، إنه الثعلب. ما صفة الثعلب؟ من خبراتكم السابقة، ما هي الصفة الأساسية للثعلب؟ أحسنتم، إنه المكر، فنقول الثعلب المكار. حسناً، وما اسم هذا الطائر؟ إنه، أحسنتم، الطاووس، ويمتاز بجمال ريشه وألوانه الزاهية. حسناً يا ترى، ما الحوار الذي يدور بينهما؟ ما هو الحوار الذي يدور بينهما؟ تريدون أن تعرفوا؟ حسناً، هذا ما سنعرفه إن شاء الله في قصتنا هذه، فابقوا معنا. إذن أحبائي، عنوان درسنا لهذا اليوم هو الريش الجميل، وهي قصة للكاتب أيوب منصور. أعزائي، أيوب منصور هو أديب سوري عمل في الصحافة وله مؤلفات كثيرة، منها الريش الجميل. والآن أحبائي، سنقرأ معا مجموعة من الكلمات وسنفرق بين النون الأصلية والتنوين. حسناً، هيا معي. الكلمة الأولى شديد، شديد، هنا أحبائي لدينا تنوين الكسر. الكلمة الثانية مزهوًا، مزهوًا، هذا أحبائي هو تنوين الفتح. الكلمة الثالثة هي خوف، خوف، هنا لدينا تنوين الضم، هذا أحبائي هو التنوين، لا تخلط بينه وبين النون الأصلية التي سنراها الآن. انظروا، كان، كان، هذه أحبائي هي نون أصلية، أي لا نستطيع أن نحذفها من الكلمة، وإذا حذفناها لا نستطيع أن نقرأ الكلمة. انظروا أيضا، كلمة من، من، هذه أيضا نون أصلية، لا نستطيع أن نحذفها من الكلمة. بارك الله فيكم. والآن عزيزي الطالب، أريد منك أن تفتح الكتاب المدرسي صفحة رقم 127. اتفقنا؟ سأقرأ النص الآن قراءة جهرية واضحة. أريد منك أن تتابع معي لتكون قراءتك أيضا ممتازة. سأقرأ من بداية القصة إلى لماذا لا تبحث عن الطعام بنفسك. هيا تابعوا معي. الريش الجميل. في يوم من الأيام وقف الطاووس أمام المرآة وراح ينظر بإعجاب شديد إلى ريشه الملون الجميل، ثم صاح مزهوًا: أنا أجمل مخلوق في الدنيا، وعلى جميع الطيور أن تقدم لي ما أحتاج من طعام. انتظر الطاووس أن تسارع الطيور إلى تلبية رغبته، غير أنها لم تأبه له، فبدأ عليه الغضب وتقدم من البطة وقال: هيا تقدمي إلي بطعامك فأنا ملك الطيور. قالت البطة: لماذا لا تبحث عن الطعام بنفسك؟ والآن أحبائي، هيا بنا نفسر مفردات هذه الفقرة. في يوم من الأيام وقف الطاووس أمام المرآة وراح ينظر بإعجاب شديد إلى ريشه الملون الجميل. أحبائي، أين وقف الطاووس؟ أين وقف؟ أحسنتم، وقف أمام المرآة. حسناً، وقف أمام المرآة. إذن كيف راح ينظر إلى نفسه ولجمال ريشه؟ كيف راح ينظر؟ أحسنتم، بإعجاب. دعونا نتعرف على معنى كلمة إعجاب.
إعجاب. ما معنى إعجاب؟ أحسنتم، تعني فخر. انظروا إلى هذا الشخص كيف يبدو معجبا ومفتخرا بنفسه، ربما يكون قد نجح أو فاز في مسابقة ما، فهو معجب بنفسه. حسناً، ماذا فعل بعد ذلك؟ ماذا فعل الطاووس بعد ذلك؟ أحسنتم، صاح مزهواً. ولكن ما معنى كلمة مزهواً؟ مزهواً، أحسنتم، تعني معجباً بنفسه ومتكبر. انظروا إليه أحبائي كيف يبدو معجباً بجمال ريشه. وماذا قال؟ قال: أنا أجمل مخلوق في الدنيا، وعلى جميع الطيور أن تقدم لي ما أحتاج من طعام. ولكن يا ترى، هل أحضرت له الطيور الطعام كما طلب؟ دعونا نعرف ذلك. هيا أحبائي نتابع تفسير المفردات، هيا معي. انتظر الطاووس أن تسارع الطيور إلى تلبية رغبته، غير أنها لم تأبه له. إذن انتظر الطاووس الطيور حتى تأتي له بالطعام، ولكن هل استجابت له الطيور؟ أحسنتم، لم تستجب له الطيور ولم تلبي رغبته. ولكن ما معنى كلمة تلبية؟ انتظر الطاووس أن تسارع الطيور إلى تلبية رغبته. ما معنى كلمة تلبية؟ تلبية رغبته، ما معنى تلبية أحبائي؟ أحسنتم، تعني استجابة. بقي الطاووس ينتظر أن تستجب له الطيور وتحضر له الطعام، لكن ماذا فعلت الطيور؟ أحسنتم، لم تأبه له. ما معنى لم تأبه؟ ما معنى لم تأبه؟ أحسنتم، لم تهتم ولم تستجب له. ها هو أحبائي ينتظر الطيور أن تسارع وتلبي رغبته، ولكنها لم تأبه ولم تهتم لأمره. أحسنتم، هيا نتابع تفسير المفردات أحبائي. حسناً، فبدا عليه الغضب وتقدم من البطة وقال: هيا تقدمي إلي بطعامك فأنا ملك الطيور. حسناً أحبائي، ما الذي حصل مع الطاووس بعد أن رفضت الطيور أن تحضر له الطعام؟ أحسنتم، بدا عليه الغضب. ولكن ما معنى بدا؟ بدا عليه الغضب، ما معنى بدا؟ أحسنتم، فبدا تعني فظهر عليه الغضب، لأن الطيور رفضت أن تحضر له الطعام. وتقدم نحو من؟ نحو البطة. أحسنتم، هيا نقرأ ماذا قال لها. هيا تقدمي إلي بطعامك فأنا ملك الطيور. ولكن هل وافقت البطة على ذلك؟ أحسنتم، لم توافق وقالت له: لماذا لا تبحث عن الطعام بنفسك؟ حسناً، إذن رفضت البطة أن تقدم الطعام للطاووس. أحسنتي أيتها البطة. والآن عزيزي الطالب، سوف تفتح الكتاب المدرسي صفحة 130 وتجيب عن هذا السؤال بنفسك. اتفقنا؟ السؤال الأول مكون من ألف وباء. حسناً، هذه مفردات ناقشناها أثناء شرح الفقرات اليوم. حسناً يا أبطال، أنا واثق أنكم ستجيبون إجابات صحيحة. حسناً، ونتعرف الآن أحبائي على أحداث القصة. الحدث الأول في القصة هو، أحسنتم، إعجاب الطاووس بنفسه. أما الحدث الثاني أحبائي فهو، أحسنتم، غضب الطاووس من الحيوانات لأنها رفضت أن تقدم له الطعام. وأما الحدث الثالث لهذا اليوم فهو، أحسنتم، رفض البطة تقديم الطعام للطاووس. والآن أعزائي، افتحوا الكتاب صفحة 131، سوف نجيب عن هذا السؤال. هيا معي، بعد قراءة القصة أجيب عن الأسئلة الآتية: كيف كان الطاووس ينظر إلى نفسه؟ هيا أجيبوني، كيف كان الطاووس ينظر إلى نفسه؟ أحسنتم، كان ينظر إلى نفسه بإعجاب شديد.
حسناً، سأترك لكم هذا السؤال حتى تجيبوا عنه بأنفسكم. اتفقنا؟ أنا واثقة أنكم سوف تجيبون عنه بطريقة ممتازة. حسناً يا أبطال. والآن سنجيب معاً عن هذا السؤال. افتحوا الكتاب صفحة 131. هيا نقرأ السؤال معاً. اختاروا الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: ألف، في قول البطة لماذا لا تبحث عن الطعام بنفسك دليل على أن الطاووس ماذا؟ متكبر ومغرور؟ جميل وجذاب؟ ذكي وقوي؟ كسول وخامل؟ ما رأيكم؟ أجيبوني. أحسنتم، دليل على أنه كسول وخامل. أحسنتم. وفي النهاية عزيزي الطالب، تذكر التقييم، فلا تنسى أن تجيب عن أسئلة التقييم اليومي لهذا الدرس، وكذلك الإجابة عن أسئلة التقييم الأسبوعي لما تعلمته هذا الأسبوع، ثم إرسال الإجابات إلى معلمك. إلى هنا أحبائي، نكون قد انتهينا من الجزء الأول من قصة الريش الجميل. نلتقي معكم إن شاء الله في الجزء الثاني. على الخير، نلقاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.